السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بالتلفزيون البحرين. والبداية مع العناوين. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يلتقي بعدد من الأهالي والمواطنين عبر المجلس الافتراضي من مختلف مناطق المحافظة. وزير الأشغال يعلن عن إطلاق سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة بحديقة البديع النباتية. وكيل وزارة شؤون الإعلام يترأس الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. أهلا بكم في تفاصيل التاسعة. التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر الاتصال المرئي من خلال المجلس الافتراضي بعدد من الأهالي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة، وذلك بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة. ونوه سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية متواصلة في ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية، مؤكدا سموه أن المجلس الافتراضي يشكل حلقة وصل فاعلة للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم. كما استمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية من قبل الأهالي، مؤكدا سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية. أعلن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف عن انطلاق سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة بحديقة البديع النباتية، وذلك يوم السبت المقبل بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وقال الوزير إن اللجنة المنظمة للسوق حرصت على التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل ضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاشتراطات المتبعة لمكافحة الجائحة. وذكر الوزير أن سوق المزارعين البحرينيين أصبح محفزا على التنافس بين المزارعين الذين يحرصون على عرض مختلف المنتجات الزراعية أمام الزوار، لافتا إلى أن الإقبال الكبير الذي يشهده السوق سنويا دفع المزارعين للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة. عقد الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون برئاسة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام، وذلك بحضور السيد مجاري القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الدكتور بحر خلال الاجتماع أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يعتبر أحد الفعاليات المهمة التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لما له من دور في تحقيق التقارب الإعلامي والفني والثقافي بين دول وشعوب المجلس. ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات الأولية للمهرجان والذي يكتسب أهمية خاصة في العمل الإعلامي الخليجي وتأثيره الكبير في الحفاظ على الهوية الخليجية وتشجيع الإبداع الإعلامي. وقال بحر إن وزارة شؤون الإعلام حريصة على توفير كل المقومات التي تضمن للمهرجان التميز والعمل على خروجه بالشكل الذي يليق بما وصل إليه الإنتاج الإعلامي. تشارك مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والأجهزة والهيئات الإحصائية الخليجية احتفالها بيوم الإحصاء الخليجي والذي يصادف 24 من ديسمبر من كل عام، وحمل الاحتفال هذا العام شعار إحصاءات مواكبة لظروف استثنائية. ولنتعرف أكثر على هذه المناسبة الخليجية، يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف السيدة دعاء سلطان الحربان مدير الإحصاءات السكانية والديموغرافية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. نرحب بك أستاذة دعاء، ونود بداية أن نتعرف أكثر على يوم الإحصاء الخليجي وأهميته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليك عزيزتي وأمسي على جميع المشاهدين بكل خير. بالنسبة في البداية إذا تسمحيني أهني مركز الإحصاء الخليجي وأهني جميع منتسبيه
ونهني جميع الإحصائيين والمشاركين في العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون. نتقدم بالشكر كذلك إلى سعادة رئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على دعمه اللامحدود لتطوير القطاع الإحصائي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي المتطلبات الوطنية والإقليمية والدولية. فيما يتعلق بيوم الإحصاء الخليجي، تم اعتماد اليوم من قبل المجلس الأعلى، من قبل المجلس الوزاري عفوا، لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماعه في نوفمبر 2016، وبدأ أول احتفال له من عام 2017. طبعا ما هي الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي إلا لأهمية الإحصاء والإيمان المطلق من القادة عسى الله يحفظهم ويرعاهم، ومن قادة العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون، بأن العملية الإحصائية هي عملية أساسية في التنمية وفي أي عملية تطويرية. انطلق اليوم ليؤكد على شراكة المجتمع بكل فئاته بأن الإحصاء أساس في التنمية، والإحصاء لدور حيوي في دول المنطقة. نعم، كيف تصفون العلاقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودول الخليج على صعيد التعاون في مجال الإحصاء؟ التعاون الخليجي في مجال الإحصاء قديم، كان من في الأمان العام لدول مجلس التعاون، ولكن توطدت العلاقة في العمل الإحصائي وتعزز التعاون أكثر مع انطلاق أعمال المركز الإحصائي الخليجي في مسقط في 2015 في 2013 عفوا. ومنذ انطلاق المركز الإحصاء الخليجي كان هناك الكثير من مجالات التعاون بين دول مجلس التعاون، من حيث إيجاد الخطط الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك، من حيث توسيع نطاق نشر المعلومات وصناعة الفعاليات الإحصائية الخليجية مثل منتدى الإحصاء الخليجي. كما كان هناك تعاونات كثيرة ومستمرة في ما يتعلق ببناء وتعزيز القدرات الإحصائية المؤسسية. نعم أستاذة دعاء، في يوم الإحصاء الخليجي نود أن نتعرف على أبرز الإنجازات الإحصاءات السكانية والديموغرافية التي حققتها الهيئة بالرغم من تحديات الجائحة. بالنسبة للإنجازات، إحنا نحب نأكد على أن العملية الإحصائية عملية تشاركية لا تتم إلا عن طريق تشارك جميع الجهات وجميع الأفراد. وبهذه المناسبة وفي هذا اليوم، إحنا ودنا نشكر جميع الجهات والوزارات الحكومية اللي كان لها دور كبير وفعال في تطوير العمل الإحصائي في مملكة البحرين. يمكن من أبرز الإنجازات أن هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية قدرت برغم الظروف اللي فرضتها الجائحة أن هي توفر الإحصاءات، والإحصاءات اللي تدعم الظروف الاستثنائية. طبعا يمكن من أكبر الإنجازات في المرحلة اللي طافت وفي ظل الجائحة كان اللي هو تنفيذ تعداد 2020 في مملكة البحرين، اللي كان تجربة استثنائية في دول المنطقة بالاعتماد بشكل كامل على السجلات الإدارية. كان في العديد من الإنجازات الأخرى، من أبرزها إعداد التقرير الوطني حول تنفيذ الخطة الحضرية، المساهمة في إعداد التقرير الوطني حول تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من خلال اللجنة الفنية المعنية من قبل اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، وكذلك إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة. دعاء سلطان الحربان، مدير الإحصاءات السكانية والديموغرافية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. جمعية الهلال الأحمر تنظم الملتقى الخليجي الثاني لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر. كشف الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة، عن اعتماد الدفعة الأولى من ترقية المعلمين التي سيتم صرفها اعتبارا من شهر يناير 2022 بناء على المعايير المطورة لترقيات المعلمين ومن في حكمهم، والتي تم بناء عليها اعتماد معيار 240 ساعة تمهينية خلال سنتين أو 120 ساعة تمهينية خلال سنتين بالنسبة للمعلمين المتميزين.
مع الأخذ بتقارير الأداء الوظيفي والإفادات الأكاديمية والإدارية المطلوبة وفق هذا المسار. وأكد أن إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع إدارات العمليات التعليمية ووحدات التدريب سوف تقوم برفع تقارير شهرية عن جميع المستحقين للترقيات من المعلمين ومن في حكمهم الذين استوفوا المعايير. افتتحت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بن شاهين لمضحكي مختبر بنفت للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة بمبنى كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين في الصخير، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبد الواحد الجناحي وعدد من مسؤولي الجامعة والشركة. وأكدت الدكتورة لمضحكي خلال الافتتاح أن تدشين مختبر بنفت يعني بداية جديدة لنوعية متقدمة في التعليم الجامعي، مشيرة أن المختبر سيسهم بقدراته الفائقة في تدريس العديد من المواد المتخصصة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وبناء قدرات العشرات من الشباب البحريني الطموح، موضحة أنه سوف يتم استثمار المشروع في العديد من الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبد الواحد الجناحي عن سعادته بتدشين المختبر وتجهيزه بأحدث التقنيات والموارد الفنية ليكون نموذجا وطنيا مهما يخدم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي، كما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تنفيذ البحوث والدراسات التي تحتاج إلى آليات وأدوات متقدمة في المعالجة والتحليل. جامعة البحرين وبالتعاون مع شركة بنفت افتتحنا اليوم وبعون الله مختبر بنفت للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، واحنا طبعا نشكر شركة بنفت على هذا التعاون وهذا المساهمة المجتمعية منها. فالجامعة هي موقع للبحوث العلمية، وهذا المختبر سيساهم في تسريع عملية البحوث والعمل عليها من قبل الطلبة الباحثين سواء في دراسات الماجستير أو الدكتوراه، وبيقدم كثير من الحلول لمواضيع تشغل بال الفكر العلمي وتنفع جامعة البحرين وتنفع المملكة وحتى الوسط اللي احنا فيه سواء كان بحثي أو علمي أو اقتصادي. احنا كشركة بنفت اليوم سعداء بإطلاق خدمة أو مختبر بنفت للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، وهذا جزء يعني من واجبنا كمؤسسة مهنية خاصة في التكنولوجيا المعلومات، وطبعا لا سيما اللي هو في الذكاء الاصطناعي. ونأمل إن شاء الله من هالمختبر أن الطلاب يستفيدون ويطورون مهاراتهم المهنية بحيث أن حتى مستقبلا يفيدون سوق العمل، لأن الذكاء الاصطناعي وهالمجال هذه يعني إن شاء الله له مستقبل. فإن شاء الله يعني هذا بالنسبة لنا يعني حق مملكة البحرين المختبر يكون بداية، ونأمل إن شاء الله في تعاون يعني نتعاون أكثر وأكثر مع جامعة البحرين في يعني تطوير يعني هذه المنشأة إن شاء الله. استضاف جمعية الهلال الأحمر البحرينية الملتقى الخليجي الثاني لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية تحت عنوان إنسان العطاء، حيث يأتي هذا الاجتماع بناء على توصية آخر اجتماع لرؤساء الهيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجيين الذي عقد بسلطنة عمان، حيث تم تخصيص اليوم الأول منه لعرض أوراق عمل عن الفرق التطوعية في الأزمات والكوارث، فيما خصص اليوم الثاني لإقامة برامج تدريب وتأهيل المتطوعين في كل هيئة وجمعية خليجية. هذا وشارك في المؤتمر عدد من منتسبي ومتطوعي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية جنبا إلى جنب مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين في مجال العمل الإغاثي والإنساني، إذ ويمثل هذا الملتقى فرصة لإبراز تقدم مملكة البحرين في مجال العمل التطوعي والاستفادة من تجارب وخبرات جمعية الهلال الأحمر البحريني. وإلى حالة الطقس في محافظة مملكة البحرين.
نهايه اخبار التاسعه، ولمزيد من الاخبار والمستجدات يمكنكم متابعه القنوات التفاعليه لمركز الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهره على الشاشه، كما يمكنكم متابعه باقه برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV اند راديو. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.